تقل لا محطتنا التالية مع مواهبنا الشابة اللي بنسلط دائما الضوء عليها عبر رحلاتنا الصباحية. صحيح نور، دائما بصباحنا هيك في مساحة مخصصة للمواهب الشبابية. اليوم موهبتنا مميزة بعالم الرسم. الشاب يوسف يوسف هوايته الرسم إضافة على حصوله على شهادة بالحقوق، والمميز أكثر نور إنه هو بيركز على الفنانة الراحلة اسمها بلوحاته. أكيد بدنا نرحب فيه. مميز هو مثل الزبدية الصيني. صحيح. يعني من وين ما بتقدر عنده مواهب عديدة رح نحكي عنها خلال لقاء. يسعد صباحك. صباح وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. شكرا. أهلا وسهلا فيك. صباح النور. يسعد صباحك. خلينا بالبداية نحكي كيف بلشت موهبتك، لأن رح نتابع بعض الصور خلال حديثنا، بس أنت عندك عشق خاص للفنانة الراحلة أسمهان وبترسم أساسا بطريقة مختلفة، يعني كيف بتشوفها أنت أو كيف بتعبر عنها؟ أنا يعني بحب أسمهان من أنا وصغير. يعني بسمع كنت كتير لأسمهان، بس حتى قبل ما أعرفها يعني كنت أسمع بصوت فنانين تانين. لوقت ما بلشت أنا صير أبحث عن إنه مين أسمهان، بدي أشوف يعني كيف شكلها وهي شو عملت، وبدي أعرف معلومات عنها، وبعدين بلشت بقى أحبها زيادة وهيك تعلق فيها. طيب ليش اليوم بالتحديد أسمهان؟ يعني اليوم الجيل الجديد بيتبع نور نمط هيك جديد ومختلف من الأغاني أكثر من الرتم السريع. صحيح. هلأ هو يعني الفن بشكل عام هو عبارة عن كلمة ولحن وصوت، فأنه الشيء الحلو أكيد رح يستهوي أي حدا، فما شرط يعني أني أتبع العصر مثلاً أني أسمع شيء جديد، بقدر أسمع أي شيء حلو. مثل شو مثلاً؟ بحب فيروز، بحب صباح، بحب وردة، بحب نجوى كرم، بحب كتار يعني كلهم الجيل. بس أسمهان هي يعني نقطة يعني أو علامة فارقة فعلاً بعالم الغناء. يعني هي أول حدا وصل الأغنية العربية للعالمية. صحيح. طيب خلينا نحكي يوسف عن موهبة الرسم ومعرضك الأول اللي أقيم بدمشق، وكان كمان في رسم خاص للفنانة الراحلة أسمهان. خلينا نحكي عن هيدا المعرض، وبما أنه معرضك الأول فينا نقول ابنك الأول، يعني بيكون أنت يمكن كل طاقتك وكل صحيح. حبك وكل شغفك لهي الموهبة حطوا بالمعرض الأول. خلينا نحكي عن هي أول الجزئية. لوحة عملتها كانت لأسمهان، عملتها مثل ورقة شدة. عم نشوفه على الشاشة. هي فن سريالي. فعملت اللوحة هيدي، بعدين كفيت 10 لوحات بظرف شهرين بس. يعني لوحات كبيرة وألوان زيتية. ألوان زيتية. هلا هيدي لا، مو بس ألوان زيتية، دامج كذا شيء أكريليك مع شمع مع ميتشي وخشب وهيك. حضرتك اليوم ايمت بلشت بالرسم؟ مين هيك الشخص اللي شجعك؟ أنت اليوم موهبة الرسم هي شيء فطري من عندك أو عن جديد شفت انك قادر انك تمارس هذا المجال؟ لا، انا ربيت ببيت يعني عماتي بيرسموا كلهم، يعني اهل البابا كلهم شاطرين بالرسم وبالخط وبالشعر وهيك. فبلشت ارسم من عمر 3 سنين، هيك بلش ارسم ومعي صرت اتطور، وبالكورونا بلشت ارسم بورتريهات. يعني طيب خلينا نحكي عن ردة فعل الناس على رسماتك على معرضك الأول، كيف كانت وقديش هيك حلو تتعرف على ردة فعلهم أو آرائهم هيك وجه لوجه؟ يعني بيكون في هون يمكن تفاصيل بتحكوها سوا، كيف هن شافوا اللوحة اللي رسمتها أنت بتشوفها بطريقة مختلفة. ممكن ردة فعل الناس لأول مرة بتأثر فيك كتير بمسيرتك الفنية؟ هو أول معرض كان الحمد لله، يعني كنت انا كثير متسرع، يعني انا بحب شغلتي تكون مبارح، كثير اشتغلتهم بسرعه، بس كرمال اعمل المعرض كرمال لوحه أسمهان. فبس العالم لما شافت الصور يعني حبوا، الحمد لله حبوا، ومعي كمان هلا عم بعمل شغلات ان شاء الله تكون احلى يعني ان شاء الله. طيب انت باحد جمعيات تحدثت تحت الهواء يعني باحدى مقابلاتك عن مبادره رح تكون لعشاق أسمهان، هل رح تضم رسامين او فنانين طرب، ومن امتى بلشت هي الفكره؟ هو هلأ عم نعمل جمعية لعشاق أسمهان، وعم بتواصل مع ناس من آل الأطرش كرمال أنه يكون هلأ في جمعية بمصر وفي جمعية بلبنان لعشاق فريد وأسمهان، وهن سوريين، فأقل منا يعني يكون عندهم محبين بي. يعني الشهر الأول يمكن السنة الجاية قريباً. إيه إن شاء الله. إن شاء الله تحكي لنا اكثر عن هي المبادره، شو راح يكون فيها؟ هلا بدنا نتواصل مع كثير ناس يعني من المشاهير بيحبوا أسمهان، ان شاء الله يكونوا معنا فيها. وانا جمعت يعني من حوالي 5 سنين عم بجمع ارشيف أسمهان يعني بشكل كثير نادر، يعني الصور الموجوده عندي او الاسطوانات الموجوده عندي عن جد كثير نادره. فحتى يمكن في منهم ما هم موجودين عند ورثه أسمهان،
فهيدا كله رح يكون بمعرض خاص بالجمعية خاص قريباً. بالجمعية والمبادرة. طب خلينا نحكي عن مشروع مختلف قمت فيه، يعني أنت عندك مواهب عديدة، عم نحكي عن الرسم وبترسم بطريقة مختلفة، وحكينا عن معرضك وأكيد عم تحضر لمعرض قادم، بس عملت شيء مختلف، حوار مع السيدة الفنانة الراحلة أسمهان، مستغرق 6 شهور شغل وتجميع. لما نقول يعني إنه المواد القديمة أو أي أسطوانات قديمة في قصص نادرة، هلأ بنسمع بيكون الصوت مو صافي، كيف قدرت تحصل عليه هون؟ خلينا نحكي قديش أخذ منك مجهود وتعب. هو أسمهان ولا مرة عاملة لقاء صحفي أو إذاعي، عفواً عاملة لقاءين صحفيين بس إذاعي ولا مرة، يعني صوتها إلا بالأفلام ما أنه موجود. فضليت 6 شهور عم بستخرج صوتها من الأفلام، هي عندها فيلم ونص، الفيلم الثاني هي وعم تمثله انقتلت يعني. فهدون الفيلمين استخرجت منهم صوت ولعبت صوت أسمهان، والكلمات يعني وصلتهم كلمة كلمة وحرف حرف أوقات يعني، كرمال نوصل لأجوبة منطقية جدا بتمثل حياتها فعلا. حطيتهم أجوبة على أسئلتي. صحيح. هلا انت يوسف ركزت باحدى لوحاتك على الفنانه اسمهان. طيب ببدايه مشوارك بالرسم قلت لي بلشت بعمر 3 سنين، شو كنت ترسم بثلاث سنين؟ شو كنت كان توجهك؟ في ناس ممكن تتوجه طبيعه، ممكن تتوجه لاي شيء بيستهواهم، فشو الشغلات اللي كنت هيك تحب او تهوى انه ترسمها؟ كنت ارسم طبيعه، بعدين بالمرحله الاعداديه بلشت ارسم اشخاص، وبعدين بال 2020 تقريبا او 18 بلشت ارسم بورتري. حلو. وهلا سريالي وتكعيبي. حلو. يعني بتحاول يمكن مع كل مرحله تتعلم شيء جديد بعالم الرسم والفن. قديش بيخدم هيدا الفنان؟ يعني انت بحاله شغف مستمر، فهيدا بيخدمك يمكن بطريقه رسمك، بمسيرتك الفنيه، او باي فكره حابب تطبقها بالمستقبل. هو الفن بالنسبة لي هواية، يعني ماني أخده تجارة أو أي شيء تاني، وأنا عن جد شغوف بالفن، يعني بحب كتير الرسم بكل أنواعه، فعم بتعلم كل المدارس كرمال ما يصعب علي شو محضر؟ قلت ببداية حديثك أنه في كتير شغلات حابب تعملها، ونحن عم نودع السنة يمكن ونستقبل لا في 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 شيء غير الجمعية تاعت أسمهان، في شيء بخصوص أسمهان خصو بالكتابة، فرح أعمل شيء كتير مميز ولا مرة حدا عامله. هلا أنت يوسف متخرج من كلية الحقوق؟ لا، سنة أخيرة. سنة أخيرة. ولجأت كمان للرسم، وحكيت لنا إنه عندك كمان مواهب كتير، احكي لنا أكثر عن هذا الموضوع. هلا يعني شو المواهب اللي الزيادة اللي عندك ياهن؟ قديش أنت اليوم شاب طموح؟ يعني في تصميم أزياء من زمان، يعني عندي كتير شغلات ماني ناشرة لسه أبداً. بس كله لسه لقدام، يعني كل شيء بوقته. يعني كل شيء بوقته كل شيء. طيب خلينا نحكي شو يعني طالب حقوق يعني بنحكي عن يمكن فرع جامعي كثير جدي لعالم الفن والرسم والغناء، كيف قدرت تجمع هي الخاصيتين؟ هي الاختصاص الحقوق كان برغبتك حابه بالاضافه لموهبتك ولا كيف؟ انا بحب الحقوق وبحب الفن من انا وصغير، يعني ربيت ببيت على طول في موسيقى عربي، موسيقى قديمة، فتعلمت هيك حب الأغاني الكلاسيكية من أنا وصغير. طيب يوسف، خضعت لدورات تدريبية أثناء الرسم أو أنه من حالك أنت حبيت تطور موهبتك بالبيت؟ لا أبداً، ولا مرة. ما خضعت لدورة ولا حدا ساعدك؟ أبداً. برافو، شيء طيب حلو. أكيد، لأنه شفنا بعض من رسماتك، عم نحكي لما نقول ألوان زيتي أكريليك عم نحكي عن دقة عالية، ولما نقول بورتري كمان يعني فن صعب. شو اللي بتحب شخصيات ترسمها بورتري أكثر شيء محببة لقلبك؟ رسمت أسمهان أولاً طبعاً أكيد، لهيك ما سألتك أنا واثقة، لأنه بداية حديثنا عم نحكي عن أسمهان. ورسمت ميادة الحناوي، حبت اللوحة كمان، ورسمت سلافة وخرجي، ورسمت نجوى كرم، ورسمت يعني لسه هيفا وهبي كمان، رسمت جيني إسبير. بعت هاي اللوحات للفنانين لمين؟ للكل. كيف كانت ردة فعلهم؟ حبوا، نزلوه. حلو، لما تشوف ردة فعل هيك يعني بيعطيك حافز ولا مسؤولية؟ هلا هو يعني مو حافز، بس إنه شيء حلو يعني، إنه بس مو هو الهدف بصراحة. لا طيب، بس بيعطيك باور، طاقة لقدام يعني أكيد. طيب يوسف، اليوم أي إنسان يعني بأي مجال من مجالات الحياة بالعمل عنده قدوة، إنسان قدوة، مين قدوته اليوم يوسف؟
بمجال الرسم؟ بمجال الرسم هلا بصراحة أنا كتير كتير بحب مدرسة سلفادور دالي. حلو. هو تحكي لنا شوي عن هاي المدرسة إذا بتعرف. هو الفن السريالي. أيوه. يعني كل شيء عكس الواقع، عكس الحقيقة، كل شيء بيطبق الأحلام، كل شيء بياخدك على محل ما أنت بدك، مو محل ما أنت موجودة. فكتير بحب السريالي أنا. عم تحضر لمعرض تاني؟ ايه اول السنة الجاية. اول السنة شو رح يضم؟ شو بضم التحضيرات؟ كم لوحة؟ قد ايه استغرق وقت منك؟ لسه ما انا جاهز. ما في جهة داعمة كمان لك بهذا الموضوع؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ايه اكيد. لسه ما انا جاهزين، يعني هلا عامل لوحتين، اخر لوحة عملتها لوحة طوفان نوح. هي كمان بالفن السريالي. كتير كتير غريبة عن اي لوحة، اي لوحة لاي فنان رسم الطوفان، لانه كلهم يعني بيرسموه بطريقه شيء واقعي، او ولا مره حدا رسم هيدي اللوحه بالطريقه السرياليه. وشو كمان ولا لسه هيك ما حاطط ببالك شو؟ لا البقية في شخصيات فنيه. لا ما في شخصيات بالمعرض الجاي. تمام. شو هيك نصيحه لكل الشاب طموح اليوم، شو بتوجه له نصيحه؟ انه ما يمل، وقد ما تعب يكون يعني عنده اصرار ان شاء الله. اكيد بنتمنى لك توفيق الفنان الشاب يوسف. شكرا. يوسف نتمنى لك تحقق كل طموحاتك. شكرا. ونشوف معرضك الثاني ان شاء الله، وان شاء الله يا رب معك دائما يكون في شيء جديد. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك يوسف، ونتمنى لك كل دوام النجاح والتوفيق. شكرا.